بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. يا واحد يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، يا من يعطي من سأله تحنُّناً منه ورحمة، ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضُّلاً منه وكرماً، بكرمك الدائم صلِّ على محمد وآل محمد، وهب لي رحمةً واسعةً جامعةً أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعف عن ظلمي بحلمك وجودك يا كريم، يا من لا يخيب سائله ولا ينفذ نائله، يا من علا فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه. صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد.